ادولف ادولف خير سيدنا؟ ايش في سيدنا؟ ولا انت شو انت؟ انت شو انت ولا؟ ايش عملت سيدنا؟ ايش عملت؟ ما عملت شيء، مش عارفين حالك شو عملت؟ ولي حيوان؟ ولي كيف بتفلت مساجين من الحبس بدون ما تاخذ اذني ولا؟ افتكرنا في شيء سيدنا عبد الرحمن. ما انت بتعرف سيدنا مين اللي فلتهم من الحبس؟ ما كنتش زعلت وما كنتش عصبت علي هيك سيدنا. ولي بلا مخ بلا مخ بالمره انت، ومين فلتت؟ اي مساجين؟ كل المتهمين بخطف اشخاص سيدنا. شو؟ فلتهم كلهم؟ سانز اكسبسيون، سانز اكسبسيون كلهم. ولي سانز اكسبسيون، قل لي يا ارسين لوبان، كيف بتعمل هيك بدون ما تطلب اذني؟ ولي كيف بتعمل هيك؟ خدمة للوطن، للوطن الحبيب لبنان سيدنا. شو بعمل فيك؟ أنا شو بعمل فيك؟ خدمة لل ولي كيف بتفلت مساجين؟ خدمة للوطن الحبيب، ما خلصت مشت عقلي هي، هيك تفسر لي إياها؟ سيدنا تقبرني، ما سمعتش إنه لبنان طلع بالمرتبة السادسة بالخطف بالعالم؟ بلى. إيه هلا من بعد ما طلع هون من الحبس سيدنا، أكيد رح يطلع بالمرتبة الأولى سيدنا. أشو؟ آخ طول عمري أحلم لبنان يطلع بالمرتبة الأولى. بحيالله شغلة، مهم بالمرتبة الأولى سيدنا. وليش وقت لك؟